مساء الخير وشكرا جزيلا لمجيئكم هذا اليوم وسعيد أن تكونوا موجودين هنا في معهد السلام ومن دواعي شرفنا أن يكون هنا معنا دولة نائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلق ونستمع إلى كلماته وأيضا لنستمع إلى أسئلتكم نتطلع لهذه المناقشة لنكتشف أو نتعرف على كثير من القضايا المتعلقة بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية والقضايا التي تؤثر في كلا الطرفين. إن هذا معهد السلام سعيد أن يكون في العراق لمدة 10 أعوام. كنا هناك منذ عام 2004 ولم نغادر وشاهدنا أوقات طيبة وأوقات عصيبة وعملنا. أعتقد هناك كان له أثر وتأثير على العراقيين تحديدا للوصول إلى حل سلمي للنزاعات. نعمل مع القيادات الوطنية وكنا أيضا في الميدان وقمنا والحقيقة تطرقنا إلى مجالات متعددة ونرى مناقشات مثل هذه المناقشة مع الدكتور مطلق ومسؤولين عراقيين آخرين الذين أتوا إلى واشنطن وزارونا هنا في هذا المعهد. قد عملنا في منوى ونبني الجسور ما بين المجتمعات المختلفة والشرطة في كركوك وبغداد وفي كربلاء والبصرة. وأيضا قدمنا عدد من الأنشطة التي تحدثنا عنها مع دولة نائب رئيس الوزراء. وأتمنى أن مناقشتنا اليوم هي تعتبر خطوة من سلسلة من المناقشات التي نتطلع إليها ونستمع إلى كلمة دولة نائب. فلقاءنا اليوم مقسم إلى قسمين. اللقاء الأول أو الجزء الأول سيكون مع الدكتور صالح المطلق، ثم سيكون هناك استراحة، ثم سيكون هناك عضوين من البرلمان العراقي السيد عزت الشباندر والسيدة ندى الجبوري ستلتقي مع السادة الحضور للإجابة على أي أسئلة لديكم. دكتور مطلق، الآن أطلب من حضرتك إلقاء الكلمة ومناقشة، وبعد هذا يكون لدينا وقت للمناقشة. وشكرا. والآن أطلب الترحيب بدولة نائب رئيس الوزراء بالعراق. Thank you very much. شرف عظيم أن أكون بينكم اليوم لكي أطرح لكم الرؤى التي نحملها لمعالجة الوضع في العراق وفي المنطقة. لا شك أن منطقة الشرق الأوسط كلها الآن في محنة كبيرة وفي غليان كبير، والعراق جزء من هذه المنطقة. قلنا سابقا لإخواننا في دول المنطقة لا تفرحوا كثيرا بالطائفية في العراق، لأنها إذا انتقلت إليكم ستمزقكم، وها هي قد انتقلت وأصبحت المنطقة بأكملها تعاني من الطائفية التي عانى العراقيين منها لفترة طويلة. وقلنا لهم أيضا لا تفرحوا بوجود الإرهاب في العراق، لأن الإرهاب لا حدود له وسينتقل إليكم، وكما آذى العراقيين سيؤذيكم. فحاولوا أن تتعاونوا مع العراق ومع العراقيين لمكافحة الإرهاب، هذه الآفة الخطيرة التي أينما تواجدت تواجد العنف وتواجد القتل وتواجد الاضطهاد والحياة البائسة للناس. قليل منهم سمع، والبعض كان إما متشفيا فيما يحصل في العراق أو أخذ جانب اللامبالاة، والكل الآن يدفع الثمن. اليوم نريد أن نخلص الجميع من هذا المرض القاتل، مرض الطائفية ومرض الإرهاب، نخلص الجميع. والعراق ممكن أن يلعب دور كبير في تخليص المنطقة من الإرهاب الذي تمر فيه اليوم ومن الطائفية. لقد دفع العراقيون ثمنا كبيرا في مكافحة الإرهاب، وأنتم تعلمون أخوتي الأعزاء وأخواني وأخواتي أن العراقيين أعطوا أبنائهم
فداء للحياة الكريمة، وقاوموا القاعدة وطردوها من العراق، ولكن الثمن كان كبير جدا. ولأن الظلم والاضطهاد والإقصاء ممكن أن يخلق بيئة للإرهاب وبيئة للقاعدة بشكل عام، لذلك بدأت القاعدة تنمو مرة ثانية، وهنا نحتاج إلى جهد متواصل بين الجميع لتخليص العراق والمنطقة من هذا الخطر. أريد أن أؤكد أن إخوانكم في العراق سنة وشيعة عربا وكردا مصممون على تخليص البلد من الإرهاب ومن القاعدة، وأنهم صحيح بحاجة إلى مساعدتكم، ولكن سيكونوا في النهاية قادرون على دحر الإرهاب من العراق. فالمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول العالم كله لمكافحة الإرهاب في العراق وفي كل مكان مطلوبة، ولكن اليوم نريد مساعدتكم أيضا في أن تنصحوا أصدقائكم في العراق، قادة الكتل السياسية، بإجراء المصالحة الوطنية في هذا البلد، لأننا نعتقد أن التسليح وحده غير كافي لدحر الإرهاب ما لم يكن هناك مجتمع متكامل، مجتمع منسجم، مجتمع قوي يكافح كله ضد الإرهاب. ستكون مكافحة الإرهاب صعبة وستأخذ وقت طويل، وأنتم تعرفون أن الجيش الأمريكي بقوته لم يستطع أن يدحر لم تدحر القاعدة في ذلك الوقت إلا بالتعاون مع أبناء المناطق التي تواجد فيها الإرهاب، ولذلك استرضاء أبناء هذه المناطق ورفع الظلم والحيف عنهم أمر ضروري، ويتم هذا بإجراء مصالحة وطنية شاملة في البلد. أقول أن التسليح مهم، ولكن الأهم منه إجراء مصالحة وطنية حقيقية في هذا البلد. نحن مقبلون على انتخابات، ولم يبقى إلا وقت قصير للوصول إلى يوم الانتخابات، وهذا اليوم سيكون يوم مهم في تاريخ العراق. نريد انتخابات حرة، نريد انتخابات فيها شفافية عالية، فيها رقابة دولية، فيها مراقبين لمنظمات مجتمع دولي. نريد انتخابات لا يستعمل حظر التجوال فيها في ذلك اليوم، لأن حظر التجوال يمنع الناس من الوصول إلى الانتخابات، ولذلك أي حظر للتجوال في يوم من هذه في يوم الانتخابات سيعتبر محاولة لإقصاء أطراف معينة من أن تمثل نفسها في العملية السياسية القادمة. لاحظنا ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات عندما منعت مناطق بأكملها من الوصول إلى الانتخابات، ولم يشارك إلا 10 إلى 15% من تلك المناطق في الانتخابات. هذا أمر خطير جدا، سينعكس على التمثيل السياسي لمكونات معينة في داخل العملية السياسية، وسيعطل ويعرقل ويعقد المشهد السياسي في المستقبل. الطائفية إخوان خطر على العراق، وربما هي أخطر حتى من الإرهاب، لأنها هي التي تؤسس الإرهاب، ولذلك ظهور أصوات طائفية قبل الانتخابات لغرض الكسب الانتخابي ربما يؤدي إلى كسب انتخابي لفئة معينة بشكل معين وبنسبة معينة، ولكنه سيؤدي إلى ضرر كبير جدا في البلد. فأتمنى أن تنصحوا أيضا كل أصدقائكم في أن يبتعدوا عن التصعيد الطائفي في العراق قبل الانتخابات وبعدها، وأنا أرى أن هناك حمى التصعيد للقضية الطائفية اليوم
يحصل في العراق، وهذا أمر خطير جدا. وهناك استغلال لبعض المشاكل وتكبير حجمها لغرض أخذها بالمنحة الطائفي، لغرض تصعيد القضية الطائفية في العراق. أتمنى على الجميع، أتمنى على نفسي وعلى الجميع أن يبتعد عن هذا الموضوع، لأن فيه خطورة كبيرة على البلد وعلى المجتمع وعلى المنطقة. أنا يعني مضطر أن أغادر بعد فترة ارتباطي بموعد آخر، ولذلك راح أعطي إذا سمحتوا المجال للأسئلة، إذا كان هناك أسئلة أنا أجيب عليها، وإذا ماكو أسئلة أتوسع بالحديث. Thank you, Ahmed. Would you like to come here and have a seat? Mm-hmm. Yeah. Deputy Prime Minister, thank you very much for those remarks. I'm very pleased that you were able to use this as an opportunity. شكرا لهذه الملاحظات، وأنا سعيد أنك أعطيت هذه الملاحظات وكتبت هذه الكلمات اليوم صباحا، هذه الملاحظات وبالذات بعد تلك المقالة في الواشنطن بوست، حيث طرحت الكثير من هذه المواضيع المهمة بشكل واضح. حضرتك أتيت من الأنبار، هل ممكن أن تعطينا فكرة عن المواضيع التي تحدثنا عنها في موضوع الطائفية الموجودة في الأنبار، والموقف هناك على الأرض طبيعته وما موجود أيضا في الفلوجة؟ تحدثت عن الفلوجة والطائفية على أن تهديد هو أكبر، يشكل تهديد أكبر من الإرهاب على المجتمع العراقي. الوضع في الأنبار وما يحصل في الأنبار، وعلى اتصال مستمر بما يحصل في الأنبار. القاعدة وداعش موجودان في الأنبار، كما هم موجودان أيضا في الموصل وديالة وبغداد وربما حتى المحافظات الجنوبية. وأنا أعتقد أنه صار لهم ظهور أكبر في الأشهر القليلة الماضية، وهم خطر. ولكن أخوان، الخطر الأكبر هو عندما يصل المجتمع إلى أنه في أبسط الأحوال أن لا يقف بمواجهة القاعدة، وإنما يصبح محايد. هذه خطورة كبرى على البلد. هناك مساهمة للقاعدة فيما يحصل في الفلوجة وفي الرمادي، لكن هذه المساهمة مقارنة بما يحصل من انتفاضة في هذه المناطق قليلة جدا. أكون صريح معكم، قليلة جدا. من ينتفض هناك هم ضباط الجيش السابق، هم جنود الجيش العراقي السابق، هم قسم من البعثيين، هم قسم كبير من المواطنين الذين تظاهروا لمدة سنة كاملة للمطالبة بحقوق دستورية ولم يحصلوا عليها. وحذرنا الجميع من أنه عدم إعطاء المتظاهرين ما يريدوه ويطالبوا به بشكل سلمي سيدفعهم للاتجاه للمطالبة به بشكل آخر. عندما يفشلوا في أن يحصلوا على ما طالبهم بقضية ديمقراطية سلمية، بعد مرور سنة سيتوجهوا للمطالبة بطريقة أخرى، لأنهم لا يريدوا أن يذهبوا إلى عوائلهم وهم منكسرون. فقلنا للإخوان جميعا المشاركين معنا في العملية السياسية، لا تجعل المتظاهرين يعودوا منكسرون، لأن بانكسارهم سيحولهم إلى أناس متطرفين. دعوهم يعبروا عن ما يريدوا بطريقتهم الديمقراطية السلمية، واعطوهم ما يمكن إعطاءه في الوقت الحاضر. فذهب الجيش لمحاربة القاعدة في حوران في الأنبار، وصفق العراقيون للجيش عندما ذهب إلى هناك واصطفوا معه. ولكن عندما تحول الهدف
بعض الشيء لكي يذهب إلى المتظاهرين بدل من الذهاب إلى القاعدة، صار هناك رأي آخر عند الناس، وبدأت الناس تتظاهر بطريقة أخرى في تلك المدن. هنا نقول أن دعوا العراقيين يتوحدوا جميعا لمكافحة الإرهاب، لا تجعلوا هناك عزلة لمجموعة من الشعب تعزلوهم بإرادتكم، لأن عزلهم سيضعف قوة الجيش في مواجهة الإرهاب وسيضعف العراق في مواجهة الإرهاب. سلح الجيش العراقي، ولكن بموازاة هذا الموضوع ركزوا العقيدة القتالية للجيش العراقي ضد الإرهاب وليس ضد أبناء شعبه. لا تسمحوا للجيش أن يدخل في داخل المدن، دعوا الجيش يواجه الإرهاب. بهذا العمل، بهذا الإجراء، تجعل العراقيين كلهم متوحدون ضد الإرهاب، وبالتالي يضعف الإرهاب أمامكم. لا تجعلوا هذه المناطق تكون حاضنة للقاعدة، لأنه في الحد الأدنى عندما يشعروا أن كرامتهم تمس يوميا، سيتحولوا في أحسن الأحوال أن يديروا وجههم عن القاعدة ولا يواجهوها، وهنا الخطر. نريد الشعب أن يقف بمواجهة القاعدة والإرهاب ومواجهة الطائفية أيضا، حتى نستطيع أن نوحده باتجاه واحد. ما يحصل اليوم، أكو شعور بالظلم عند مجتمع معين في أنه همش لفترة طويلة ويريد حقوقه. إذا أريد نعيش في بلد واحد، يجب أن نعطي هؤلاء الناس حقوقه، وبدونه ما راح يصير استقرار، وبدون استقرار ماكو تنمية، وبدون تنمية لا أنتم كأمريكان راح تفرحون على هذه الحالة ولا تستفيدون من أدها، ولا العراقي راح يستفيدون من أدها. لذلك مطلوب أن نتعاون جميعا لخلق مجتمع مستقر متآخي بعيد عن الطائفية في العراق، ما بتمييز لطائفة على طائفة أخرى، ولا بعزل لطائفة معينة عن حصولها على مواقعها في هذه الدولة. اليوم الجيش العراقي واضح أن قياداته ما بها توازن من مكونات الشعب العراقي، وهو هذا مخالف للدستور العراقي. الدستور العراقي يقول الجيش يتألف من كافة مكونات الشعب. واضح أن هذا الموضوع فيه خلل، وواضح أن الدولة فيها خلل في هذا المجال، ومطلوب خلق توازن في الدولة ككل حتى يستقر المجتمع ويرتاح، ويعتبر أن من يقوده بغض النظر عن طائفته عن قوميته قابل به، لأنه عادل، وعندما يسود العدل لا يهم الإنسان عند ذلك أن يكون رئيس وزراء من هذه الطائفة أو تلك. شكرا. دكتور بولاك، شكرا. نبدأ بأنبار. إذا فهمت، يكون من المحتمل بالنسبة لأهل أنبار والعراقيين أن يتحدوا مع بعضهم البعض ويعارضون ويقفون أمام القاعدة، وبدعم من أمريكا، وأيضا وبالحفاظ على كرامة أهل أنبار والشعب ككل. هذا المزيج كما قلت، هنا لدينا خطين متوازيين، هو دعم أمريكي ممكن يكون على طريق التسلح، ولكن أيضا من ناحية أخرى استمرار في هذا الحوار الخاص بالمصالحة الوطنية كذلك. فالأسلحة تكون جزء من الحل وليس هو الحل كله، بمعنى آخر. صحيح صحيح صحيح، نعم، الأسلحة لا تكفي فقط، وإنما لابد أن يكون هناك أيضا خط متوازي. نعم، أنا مع تقوية الجيش العراقي، لكن بالإضافة لهذا هو خلق مصالحة على مستوى الوطن، وإعطاء حقوق لأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم منذ سنوات طويلة. فيما يتعلق بالانتخابات، ونحن الآن على قرب من انتخابات، هناك بواعث قلق عديدة
فيما يتعلق بمسار هذه الانتخابات، وأيضا وهل جميع العراقيين سيشاركون، فإذا كان افترضنا أن هذه انتخابات نزيهة، ما هي مخرجات هذه الانتخابات في النهاية؟ أن تكون هناك تشكيل حكومي سريع، هل سيكون في شكل ائتلاف؟ وإذا كما قلت صارت الانتخابات بشكل نزيه وصحيح، ما نوع الحكومة العراقية التي تسعد أن تراها كمخرج لهذه الانتخابات القادمة؟ أعتقد أن إحدى الأخطاء التي وقعت في الانتخابات الماضية العراقية كان من المفروض أن تأخذ فرصتها في تشكيل الحكومة، لأن فيما يتعلق بعدد المقاعد، ولكن بسبب الضغوطات من إيران وأن الولايات المتحدة لم تتعامل بقوة، فالأشياء اتجهت في الاتجاه الخاطئ، ووفقا بدون وجود مشروع وطني أو قائمة وطنية أو ائتلاف أو تحالف وطني يكون بعيد عن الطائفية، فإن لن نصل إلى استقرار في هذه الدولة ولن نصل إلى الوحدة. فإذا كان هناك شفافية أو انتخابات شفافة ومنصفة، إلى الآن الحقيقة لم أراها بعد، فأعتقد أنه سيكون هناك تمثيل منصف للشعب والأشياء تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن إذا منع ناس من التصويت في الانتخابات، وإذا الخطاب هذا الطائفي استمر، فلن تكون هناك شيء له وعد أو ذات وعد بالنسبة للعراقيين ككل. وفي الانتخابات الأخيرة كما ذكرت كان هناك قوائم عديدة، إحداها كما ذكرت كانت غير طائفية. هل يمكن أن يحدث هذا مرة ثانية في الانتخابات القادمة؟ أعتقد أن حتى بالنسبة للأحزاب الطائفية منقسمة الآن، هم ليسوا في قائمة واحدة، وهناك احتمال في تشكيل ما يسمى بقائمة قوميين أو وطنيين في المستقبل، لكن مع اعتبار أن الانتخابات ستسير بشكل شفاف ومنصف. أحد الأسئلة التي طرحت من السادة الحضور يسأل عن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وهذا السؤال من مارك دوليفر، هل يحتمل أن تشكيل الحكومة يمكن أن تأخذ نفس الوقت الذي أخذته تشكيل الحكومة في الفترة السابقة؟ وإذا كان هذا هو، ما هي العواقب المترتبة على هذا على الناحية الأمنية في العراق؟ لا أستطيع الحقيقة أن أتنبأ هنا، ولكن غالبا وبهذا القوائم المختلفة قد تأخذ العملية وقت. فيما يتعلق بالانتخابات، هذا سؤال آخر من السادة الحضور من أريك جافسون من أبيك، ما هو حجم دور التمويل الأجنبي يلعب في السياسات العراقية والذي يؤدي انتخابات؟ هذا سؤال جيد. إحدى المشاكل التي نواجهها الآن هو أن الفساد في البلاد والمساعدات الأجنبية ستلعب دور أكبر في نتائج الانتخابات، وأأمل أن هذا لن يكون وفقا لتوقعات الناس أو لن يصل إلى توقعات الناس، لأن في انتخابات المحافظات الحقيقة لعبت دور كبير، وفي هذه المرة ستلعب دور، ولكن إلى ما هو حجم هذا الدور لا أستطيع أن أقول، ولكن الفساد مرة ثانية عالي جدا في هذا البلد وسيؤثر في النتائج بكل تأكيد. لقد ذكرت في صحيفة وول ستريت جورنال وأيضا في ملاحظاتك الآن القاعدة، ما هي الديناميكيات في الأنبار
وأيضا في سوريا التي تؤدي إلى هذه الحالة للانتفاضة للقاعدة في العراق في هذا الوقت تحديدا. هناك بالنسبة عناصر القاعدة يتحركون من منطقة لأخرى، وبكل تأكيد أن حل المشكلة السورية سيكون له تأثير على العراق، ولكن لا نستطيع أن ننتظر هذا. وأنا متأكد وواثق أن أهل أنبار ومساعدة الأهالي الآخرين، وإذا كان هناك ضمان أن سيحصل على الدعم وسيتمكنوا من القضاء على القاعدة أو إزالة القاعدة من الأنبار، ولكن إذا لم تتحقق العدالة فسنرى انتشار العنف في كل أنحاء العراق. وأود هنا أن أتذكر أن معكم أن العنف لن يكون أو ليس موجود في أنبار، العنف في ديالى أكثر، حيث أشخاص يهجروا إلى مناطق أخرى، وهذه تتم بعملية مستمرة، وهذا لابد من أن يقف كذلك. فما يحدث في ديالى سينعكس على الأنبار وبغداد ومناطق أخرى، وما سنراه في بغداد أيضا مشكلة كبيرة لا تقل عن ما يحدث في الأنبار. يجب الآن علينا أن نخلق الاستقرار. إذا خلقنا الاستقرار سيؤدي إلى التنمية وتوفير فرص للناس، وإذا لم نفعل هذا فإن كل سيستمر. وإذا هزمنا القاعدة في مكان سنواجه القاعدة في مكان آخر. نحتاج إلى حل شامل، حل من خلال يجمع جميع العراقيين بالسياسة بالساسة جميعا. فالمشكلة ليست ما بين الشعب وما بين الساسة. لا أرى الاختلافات ما بين السنة والشيعة لدرجة التي يحاربون بها أنفسهم، لكن المشكلة هي بين الساسة، والساسة يستغلون أو يستعملون التطرف قبل الانتخابات للوصول لوضعية معينة، وهذه ستكون خطيرة جدا أن نستعملها من وقت إلى الآخر. وقبل كل موسم انتخابات، فانتخابات المحافظات استعملنا هذا من قبل، والآن أن نرفع هذا الخطاب، خطاب الطائفية. هل شعب العراق يدعم هذا النوع من الصراع ما بين القادة، أم أن القادة لم يحكموا حكم صحيح على الشعب فيما يتعلق بالتطرف، وخاصة نحن في هذا الطريق في الطريق إلى الانتخابات؟ أنا أقول لك إني متأكد ما أقوله أن التطرف ليس موجود بين العراقيين، وإنما موجود بين الساسة، وهم يستعملون لتحفيز الناس بخلق مشاكل في أوقات محددة تحديدا قبل الانتخابات لتحريك الناس عاطفيا ومشاعرهم في اتجاه معين. إذا الساسة العراقيين يرشحون أنفسهم لمناصب معينة، وسواء كان جمهورهم من السنة أو الشيعة يدعمون حزب متعدد الطائفية أو رفض الطائفية بشكل أساسي، هل ستستفيد الحكومة من هذا أن تجمع العراق جميعها مع بعضها البعض؟ إذا كانت الانتخابات نزيهة ومساهمة ويوجد مساهمة نراها من كل الطوائف في البلد، قد نحقق إجابة نتيجة طيبة، لكن مرة ثانية طائفة ستحقق عدم توازن ومزيد من الدمار ومزيد من الطائفية. ولكن يكون من الأفضل أن الناس تنتخب الأساسة بغض النظر عن الطائفية. ولكن هناك ما يسمى بالدعاية المبالغ فيها خلال موسم الانتخابات. إذن
إذن أنت تنادي السياسيين العراقيين عدم أن أو يكون ليس يكون لديهم في أي خطابهم طائفية؟ بكل تأكيد نعم، لأن هذا يضر البلد. قد يفوزوا في انتخاباتهم أو يكون لهم دور في الحكومة، ولكنهم لن يتمكنوا من إدارة البلاد بالشكل المناسب، لأن الضرر سيقع قبل تشكيل الحكومة، ولن يتمكنوا بإدارة الحكومة أو الدولة بهذا النوع من الضرر. لقد ذكرت أيضا بالنسبة لعواقب الصراع السوري عندما نتحدث على الإرهاب ودعم القاعدة في العراق، ونحن نقترب من مؤتمر جنيف 2، والعراق مهتمة بالوصول إلى حل في هذا المؤتمر. ما هي مبادئ التوجيهية؟ ما هو الذي تسعى أن تراه من مخرجات من لقاءات ومناقشات جنيف 2؟ إن بكل تأكيد أن ما يحدث في سوريا يثير الضيق لدى الجميع وبشكل كارثي. إذا ترى كم أعداد الموتى وكم عدد المهجرين فهي كارثة. وأود أن أرى أن موقف هنا يكون معتدل ويجلس من أجل حوار والخروج من هذا الموقف بأقل ضرر ممكن لهذا البلد. وأود أن أرى أيضا الروس والأمريكان يصل إلى اتفاق قبل الذهاب إلى هذا المؤتمر، لأن أعتقد أن معظم التعقيدات هي تعقيدات خارجية. بالنسبة هناك بعض المعارضات تحصل على دعم ونصيحة من عناصر خارجية، وأيضا هذه التعقيدات فيما يتعلق بموقف الروسي والموقف الأمريكي يعقد من هذه العملية ككل. هناك سؤال آخر على منطقة كردستان أو إقليم كردستان بالعراق. السيد أبصاري يسأل أن أقليم كردستان آمن ومزدهر وبعيد عن العنف بشكل كبير، فماذا يمكن للأكراد أن يلعبون دور في مواجهة داعش في منطقة الأنبار؟ الأكراد يقومون بعمل جيد في مكافحة القاعدة أو داعش في منطقتهم، ولكن لا يقومون بهذا العمل أيضا في مناطق أخرى. جميعنا كعراقيين نتوقع مزيد من المساعدة من منطقة الكردية لوقف هذا التسرب لعناصر القاعدة وأن تتسرب، ونحن معنيين، هم معنيين بالمنطقة ككل، ولكن هم لا أعتقد أنهم يركزون على هزيمة القاعدة في مناطق أخرى خارج إقليم كردستان. من هناك سؤال آخر هو مرتبط بالتاريخ الحقيقة. لقد طلبتم مساعدة أمريكا في محاربة الإرهاب وفي زيارة لرئيس الوزراء المالكي، وكان يجلس في مقعدك هنا تماما وقد بنفس الطلب. إذا أمريكا أو مساعدة أمريكا حيوية في جهود العراق ضد التطرف، لماذا هذه الاتفاقية الأمنية لم يتم إمدادها بعد عام 2012؟ لقد حدث هذا، والآن هل أنت مسؤول عن ما يحدث في العراق؟ هل تريد أن تشعر أنك تريد أن تشارك أو تقول إذا نحن خرجنا ولم نصبح نحمل أي مسؤولية بعد؟ أعتقد لديكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه العراق، لأن العراق كان دولة موحدة. أتيتم للإطاحة بنظام صدام، هو نظام ديكتاتوري والاتجاه نحو الديمقراطية، وفي الواقع وبدلا من القيام بهذا قمتم بتدمير دولة. ليس فقط النظام. سيد زلماي موجود هنا، الخارجية موجود، وبالتالي
العراق وفقا لرأيي سينهض ولكن سيحتاج إلى وقت ولمواجهة ما يحدث الآن. وما هو المطلوب منكم ومن العالم بشكل عام هو مساعدة العراق للنهوض في أسرع وقت وفي وقت قصير بحيث أن الآثار والأضرار تكون أقل ما يمكن. ومرة ثانية أشعر أن هناك مسؤولية من العالم الذي قرر أن يغزو العراق في ذلك الوقت أن يقف مع العراق ويساعد العراق في هذه اللحظة. وعلى الأقل من خلال الاستشارات التي تقدم للأصدقاء وغيرهم أن يكون نحن لدينا مسؤولية كبيرة في تغيير النظام هناك ونريد تأسيس ديمقراطية حقيقية هناك، ليس الديمقراطية التي نراها الآن، فنعمل مع بعضنا البعض. وبالنسبة لهؤلاء الذين أعطيتهم أكثر ما يستحقونه، يجب أن تقولوا لهم لقد تماديتم وعليكم أن تتوقفوا هنا واجلسوا مع إخوانكم لكي تصلوا إلى حل سلمي، وإلا إذا الطرف الكردي سيتوسع وطائفة أخرى تتوسع من جانب آخر، وبهذه الطريقة المشكلة لن تحل. وما حدث في العراق تم بقوة خارجية، وأعتقد أن هذه القوة الخارجية ما زال في الاحتياج لها لإعادة ترتيب الأشياء، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين أعطوا أكثر من ما يجب أن يأخذوا. هذا سؤال جيد فيما يتعلق على مستوى واشنطن. ما هو نوع الدعم الذي تتوقعه من واشنطن؟ السلاح مثلا، أيضا تقديم النصيحة للحكومة في تطبيق سياسة الدمج أو الاندماج، وأن تكون هناك انتخابات نزيهة. ما هي النصائح الأخرى التي تقدمها إلينا، أو الطلبات التي تقدمها إلينا أو الحكومة الأمريكية؟ إن التسلح لابد أن يمشي جنبا إلى جنب مع المصالحة، لأني مرة أعتقد أن السلاح وحده لا يمكن أن يكون هو الحل وحده. فالمشكلة أيضا لا يوجد مصالحة حقيقية في البلاد. إذا كان هناك مصالحة حقيقية قد يحتمل لدينا سلاح، ولكن قد يكون أقل مما نحتاجه الآن. هذين الشيئين لابد أن يسيرا جنبا إلى جنب، ولا يمكن أن نغفل أحدهما أو نهمل أحدهما. فبالتالي أعتقد أن يكون عندنا حكومة تطبق مبدأ الدمج والشمولية والمشاركة في السلطة، في وأن تشمل حضور كل المكونات على مستوى قرارات الأمنية والمنظمات الأمنية. هذا حتمي، هذا مصيري. ولكن المسألة الأمنية كلها حاليا مرتبطة بطرف أو حزب واحد، وهذا يجب أن يتوقف. لابد أن يكون هناك تنظيم منظمة، وليس شخص واحد أو طرف واحد هو الذي يدير الأمور الأمنية. هنا الرئيس هو القائد الأعلى للجيش، صحيح أم لا؟ نعم هنا هذا صحيح، ولكنه لا يتخذ القرار وحده، هناك منظمة أو منظومة تشاركه في القرار، وهذا نحتاج إلى هذا التنظيم. السيد جينسونغ لي من سفارة كوريا، هل تعتقد أن الحياة تحت المالكي أفضل مما كانت عليه مع صدام حسين؟ وإذا كذلك، ما هي الأرضية الأخرى التي يمكن تحدثنا عنها والمقارنة الأخرى؟ طبعا أن تكون ضمن نظام ديمقراطي أفضل، الحياة تكون أفضل مما هي تحت مظلة الدكتاتورية. لكن تقول لي أن الحياة هي مزدهرة وجيدة في العراق؟ أقول لك لا، وهذا يطرح سؤال آخر عن الاقتصاديات. أحد الأسئلة هنا العلاقة
الطاقة بين بغداد وأربيل هي مثار اعتبار للجيران. كيف يتسنى لك أن تصف هذه العلاقات في موضوع الطاقة بين بغداد والأقليم كردستان؟ أنا الحقيقة لا أتفق مع أي قرار يتخذ أو سيتخذ لتصدير النفط بدون موافقة الحكومة المركزية، لأن هذا سيؤدي إلى تفكيك العراق. هناك أيضا سؤال له علاقة بقانون تم إقراره مؤخرا له أثر على تغيير تنظيم حكومتكم. هناك تغييرات دستورية يجب إحداثها، نحن نعرف تاريخ الدستور هناك، وهناك مقترحات أنه يجب تغيير الدستور هناك. ما هي التغييرات التي يجب أن تتم وكيف يحدث ذلك؟ دستورنا تمت كتابته في خلال 3 أشهر فقط، وتلك كانت غلطة، وخلال ذلك الوقت كنا ضد هذا الموقف، وصديقنا من الخارجية هنا يعرف ذلك ويتذكر ذلك. لسنا سوية وقلنا غيرنا الدستور، وكانت هناك المادة 1142 التي تنص أن سيكون هناك تعديل للدستور، وهذا لا بأس به، واعتقدنا بأنه سيكون هناك إمكانية لتعديل الدستور وممكن أن ننتظر ذلك الوقت للتعديل. لكن هناك أيضا عبارة تقول أحتاج إلى استفتاء عام، وتقول أيضا هذه النقطة لا يجب أن إذا لم يكن هناك اعتراض من ثلثي الحكومات أو المحافظات. وقلت لزميلي السيد زلمان يعني أنه لن يكون هناك تعديل للدستور، لأنه الدستور كتب لمنفعة أقليم معين في البلد، وذلك كان واضحا. فعلى الأقل يجب سترفض هذه التغييرات، وهذا يؤدي إلى عدم تغيير الدستور، وبالتالي يعني جعل عملية تغيير الدستور مستحيلة. وهناك لجنة تشكيلها تقريبا لمدة تزيد عن تقارب 8 سنوات، ولم يتغير لغاية الآن أي شيء في الدستور. فإذا لم يتغير الدستور أو عدل سنكون نحن في وضع إشكالي، وإذا كان هناك عدم اتفاق بين الحكومة المركزية وأي أقليم يكون، وهذا يعني أنه لن يكون هناك وحدة متلاحمة في البلد. فإذا لم يتم تعديل الدستور ستبقى مشاكلنا قائمة. هناك بعض القضايا في الدستور لم تكن واضحة، حيث بعض الناس يؤولها بطريقة وآخرون يؤولونها بطريقة أخرى، وهذا يخلق نوع من النزاعات. فنحن جمعنا 5 مليون شخص للتوقيع على الدستور وإقرار الدستور، وعد هذا الاتفاق لإقرار الدستور. والآن إذا سألت السيد المالكي هل تتفق مع هذا الدستور، هل تريده، سيقول لا، لأنه هذا الدستور يشكل مشكلة. طبعا لو سألت السياسيين الآخرين تقولون لك أيضا يجب تغيير الدستور، ولكن كيف سيتغير؟ وهنا يأتي دور تأثير سياسيكم لإخبار هؤلاء المسؤولون عن ذلك أن يتمكنوا من يجلسوا الأخوة بين بعضهم بعض في ذلك البلد
وكانت أنه كانت أمامهم وقت كافي أكثر من اللازم حتى. والآن هي هذه مشكلة عليكم حلها في بلدكم. جوزيف شيبل من MSI مشروع MSI. تعديل القانون 21 بلغة أكبر تدعم عملية اللامركزية، وهل هناك تلقي وقبول لهذا القرار أو لتنفيذه منذ إقراره؟ هناك تضارب في هذا القانون مع قانون آخر، وقد يتم تعديله مجددا، لأن هذا القانون أعطى سلطة مبالغ فيها للحكومة للمحافظات والكثير من اللامركزية، في حين تلك المحافظات ليسوا جاهزين لهذا الوضع، وليس عندهم العدد كافي من الاحترافيين لإدارة هذه المحافظات على الأقل في ذلك الوقت. تحتاج إلى وقت لتنفيذ أو الوصول إلى هذا المستوى من اللامركزية، ولكن القانون ما زال موجودا ومعمولا به. هناك نوع آخر من المناقشات، تحدثنا عن جنيف والمناقشات في جنيف، المفاوضات حول السياسات الإيرانية النووية وكيف أنها تحركت قدما، وهناك عملية ومرحلة ثانية للاتفاق على ذلك. هل ترى هناك في الأفق أي تغييرات أو تغييرات استراتيجية في المنهج التي تسلكه الحكومة الإيرانية في السياسات الخارجية والمجتمع الدولي، وأيضا بالذات في التعامل مع العراق؟ هل هناك أي تغييرات تراها في سياسة الحكومة الإيرانية؟ أعتقد أن المفاوضات ما زالت قائمة. إذا سألتني إذا كان هناك تغييرات في أسلوب تعامل الإيرانيين في مع العراق، هل هناك فرق عن السنة الماضية أو الوقت السابق؟ لا أرى الحقيقة أي تغير. ليس هناك بناء أو هيكلة جديدة تم تنفيذها بهذا الصدد. نعم، ونبقى ضمن هذا النقاش العريض فيما له علاقة في مصر وليبيا وتونس، هذه الدول التي فيها الربيع العربي، وهل هي ما زالت هذه الدول على نفس المسار أم خرجت عن المسار، وكيف هذا ما يحصل هناك يؤثر على العراق، وكما يفكر العراق تجاهها؟ نحن في العراق على الأقل العلمانيين والليبراليين وغيرهم في العراق سعيدون بما حصل في مصر، وأنا أعتقد أن المصريين فاقوا بوقت أقصر، وإلا سكان السنة سيكون أغلى. لدينا التجربة والخبرة في هذا المجال في العراق، أن الإسلاميون والحركات الإسلامية لا تزمع أن تخلق أي استقرار في أي بلد، لأنها ستؤدي إلى الطائفية، والطائفية تؤدي إلى تفكيك أي بلد توجد فيه هذه الحركات الإسلامية. ونأمل للإخوان المصريين يتحركوا قدما ويفوزوا في هذا الوقت، وهذا سيؤثر على باقي البلدان العربية أيضا. ونعرف أن مصر لها تأثير على باقي البلدان في الأقليم في المنطقة. في موضوع إيران، سيد جيل تشاندر يسأل: إذا كان لدى إيران قنبلة نووية، هل هناك سيكون سباق تسلح مع السعودية، وهل السعودية ستسعى للحصول على سلاح نووي؟ إيران إذا كان لديها قنبلة نووية، لماذا يجب على السعودية أن تتوقف في الحصول على ذلك السلاح؟ نحن نريد المنطقة تكون نظيفة من هذه الأسلحة،
ولا نريد أن يكون هناك صراع للحصول على هذه الأسلحة. براين هامفري من بيركنز، جامعة بيركنز، يسأل هل أن الجيش العراقي لديه حق مشروع في الأنبار كما حصلت يعني كممثل لقوات المالكي، أنه كيف يمكن أن تدحر القاعدة بدون دعم الناس وللجيش؟ طبعا لا يمكن دحر القاعدة مهما كانت القوات بدون وجود تعاون بين الناس، الشعب، شعب الأنبار وباقي الأقلام الأقاليم إضافة إلى الجيش. إذا سألتني إذا كان هناك فجوة بين الجيش والشعب سأقول نعم، وآمل لهذه الفجوة والمسافة أن ترأب بأقرب وقت ممكن. صديقك مارك كمت يسأل هذا السؤال، كم من العنف الذي ممول أو مدعوم من البلدان المجاورة التي تريد أن يحارب عنها بالنيابة عندكم موجود في العراق ويشكل ويشارك في هذا النوع من العنف؟ لو كان عندي معلومات على أنه العنف الذي يحصل في العراق مدعوم من دول أخرى سأقول لك، ولكن أقول أنه عدم وجود المصالحة هو المشكلة الرئيسية ويؤدي إلى تقويض المقاومة للقاعدة في العراق. الكثير من الشخص سألوك عن الطائفية وتصريحك كان واضح في هذا السياق، ولكن فيما بعد أو وراء الطائفية وداعش وغيرها، سياساتك فيما لا علاقة بالانتخابات القادمة والمجموعة التي أنت معها، ما هي أجندتكم؟ أنا سأحارب الطائفية وسأدحر داعش والقاعدة في ذات الوقت. الطائفية والقاعدة كلاهما يشكل خطر على العراق وعلى الأقليم، ويجب محاربتهما من قبل كل شخص شريف في تلك المنطقة. وهذا هو بالنسبة لكم هو الموضوع الرئيسي في موضوع الانتخابات القادمة. أيضا سأطلب تعديل الدستور وأن تكون حكومة شاملة للجميع، وأطلب أيضا مزيدا من العدالة ضمن تشكيلة هذه الحكومة وفي البلد. وعندما تحقق العدالة في أي بلد ما، أعتقد أن العراقيين يمكن أن يعيشوا سوية بشكل ملائم وأفضل. عادل سانلي من ICE يسأل، ما الذي تعتقده عن الأحزاب الدينية في العراق؟ هل تعتقد في موضوع الفصل بين الدين والدولة؟ نعم بدون شك، هذا هي الأرضية التي أنا أعمل عليها. هذا سؤال بسيط للغاية بالنسبة لكم. نعم، أنت يعجبك هذا النوع من الأسئلة طبعا. ريك والش وهو عسكري متقاعد لأنه موجود بيننا وهو الذي كتب هذا السؤال، ما الذي تحتاجونه داخليا لتحريك العراق إلى مصالحة حقيقية وطنية؟ ناقشنا ذلك سابقا، ويقول ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة للمساعدة في هذا المصالحة الوطنية العامة، وما هي الالتزامات القانونية التي على الولايات المتحدة تجاه العراق؟ لأنك طرحت هذا الموضوع أيضا وهو يسألك هذا السؤال مجددا. أعتقد عامل هو في هذا الموضوع لمدة طويلة في موضوع المصالحة في العراق، ويعرف ما الذي يحتاجه العراق، ويعرف أن هناك التزام ويعرف ما هو الالتزام القانوني أو الواجب القانوني على الأمريكان تجاه العراق، ولن نتحدث عنه الآن وفي يمكن أوقات أخرى. وأتمنى أن التعاون بين الولايات المتحدة والعراق يستمر لحل المشاكل التي خلقت. لا نريد أن نفتح دفاتر قديمة، دعنا نتطلع قدما إلى المستقبل فيما له صالح العراق ولوقف العنف وخلق حكومة تمثل الجميع لصالح الجميع.
أعتقد أنه الأصول الآن والقواعد الآن، عفوا، دوركم الآن يختلف عما كان عليه في السابق والتعامل مع السياسيين، لكن ما زال عندكم علاقات مع الكثير من بعض شركائكم الذين عملتم معهم لمدة طويلة، عملت تحت يحتاجونكم وتحتاجونهم، وهذا النوع من التعاون نحتاج لإحداث هذه الإصلاحات والتعامل مع تلك المشكلة، مع المشكلة مهم للغاية. يعني لو كنت في المعارضة الأخرى سأقوم بفعل ذلك في ذات الوقت، لأنه في مصلحة الجميع، لن نخسر شيئا. كيف يسأل أنك سألت أن الأسلحة تلعب دور مهما، وأنت قلت أنه ليس فقط هي الشيء المهم، كيف يمكن للعراق أن يستخدم هذه الأسلحة بدون إثارة النعرة الطائفية؟ هل هناك أي اعتبارات في موضوع استخدام هذه الأسلحة للتعامل مع هذه المشكلة؟ الأسلحة استخدمت قبل تزويد الولايات المتحدة هذه الأسلحة، وعلينا إيقاف هذا الحالة مباشرة، لأنه استخدمت الأسلحة ضد المدنيين ويجب منع ذلك وتحريم ذلك. مايكل ألبن من مكتبة الكونغرس يسأل هذا السؤال: هل دور المصالحة يمكن أن يسلك في العراق؟ من سأل هذا السؤال؟ مايكل ألبن. مايكل، أنت تعرف الجواب لذلك السؤال أكيد. السؤال التالي على ما يبدو: إيهاب الهيتي، مستقل، شخص مستقل، يسأل: هل توافق على عقوبات عالمية على الحكومة العراقية بالذات في مجال أولئك الذين قاموا بأعمال الفساد؟ نحن عراقيين عانينا الكثير من هذه العقوبات والحظر الذي فرض علينا، وأعتقد هذا هو سؤال مهم للغاية. أريد لهذه الأصوات أن ترتفع لتطرح على كل السياسيين في العراق ليجلسوا ويقوموا بعملية مصالحة، وإلا يجب اتخاذ خطوات معينة لإصلاح هذه المشكلة. خطوات غير محددة أقصد، يعني لا يمكن أن أقول أي خطوة يجب اتخاذها الآن، ولكن هناك أقول بشكل عام يجب اتخاذ بعض الخطوات، لأنه غياب المصالحة في البلد سيؤثر ليس فقط على العراق ولكن على باقي بلدان المنطقة. دعني أطرح عليك السؤال الأخير وأعطيك الفرصة في النهاية، أنت فعلا كنت كريما معنا في وقتك وقمت عندك لقاء في الكابيتول، ولا أريد أن أحجب ذلك عنك، هذه الفرصة عنك. نحن الآن نتحدث عن الانتخابات القادمة، لنفترض أنها جيدة، ما هو العراق وما سيبدو عليه العراق في خلال 3-4 سنوات القادمة لو تمكنت أن تنظر إلى هذا المستقبل؟ وأنا لا أتحدث على أنه تنبؤ، وإنما أمل، ما هي أملك لأن يكون عليه العراق؟ أمل أنه بلدي يبقى متحدا والشعب العراقي يعيشون سوية بسلام كما عاشوا دائما. أنا أؤكد لك بأننا لم نفكر بالطائفية من قبل أبدا، كنا نعيش في بلدنا، في مكاتبنا، في المعامل، ولم نعرف من منا الشيعي ومن السني. هذا شيء تم خلقه بعد 2000-2003، ونأمل أن يعود بنا الزمن إلى تلك الأيام لنستمتع بحياتنا في بيئة جميلة وبلد جميل. عانينا من الدكتاتورية ومن الحظر على العراق والعقوبات،
ونريد أن نعيش الآن بطريقة صحيحة. تعرف أن هناك زواج من بين كلا الطائفتين بحدود 25%، وهذه نسبة صحية. نحن سعيدون أنك سمحت لنا بهذا الوقت، وأشكرك لذلك جليل الشكر. عندنا فرصة واستراحة حاليا قصيرة، وندعو زملائك من مجلس ممثلي الشعب العراقي ليكونوا هنا لاستمرار بتلك المناقشة، لكن أريد أغتنم هذه الفرصة لشكرك وأطلب من الجمهور أن يشكروك أيضاً.